عليكم ورحمة الله زفلاون، مرحبا بكم في لايف اليوم 9 أكتوبر 2023، واللي راح نخصو ثاني جزء كبير منه لطوفان القدس اللي راهو العالم كامل يتكلم عليه، ما نقولش حنا نتجاهلو، هذا شيء كبير. وبداية باش نتكلموا على موضوع الجنرال الإسرائيلي اللي قلنا في اللايف الأول تاع اليوم بعد الظهر، قلنا باللي انه تم أسره من طرف مقاتلي حماس، نزل تكذيب الاتحاد بالصور، وهذا اللي راح نوريوه ونصحوا من أمور أخرى في هذا الموضوع. نتكلموا عن اعتراف الخارجية الجزائرية بفشلها في الوساطة مع النيجيريين. صدرت اليوم بيان تعترف ضمنيا بأنها فشلت، تقول نأجلوا لأنه كذا، قراركم بيان، روح تشوفوا البيان على كل حال. نتكلموا كذلك عن البوليزاريو اللي يحذر الأمم المتحدة حول تنظيم المغرب لكأس العالم لكرة القدم في 2030، ونتكلموا أيضا عن وقف التنديد بالقنيطرة في الوقت اللي أصدرت فيه السلطات الجزائرية تعليمات للأجهزة الأمنية لمنع أي محاولة لتنظيم مسيرات أو وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني. إيه، مع هذا يتكفل تبون بالقضية الفلسطينية. داير هنا راح نتكلموا على غزة ما بين المغرب والجزائر، كيفاش راهي الامور تمشي، كيفاش المغرب واقف مع غزه، كيفاش الجزائر واقفه مع غزه، وواش رد فعل الغزاويين وخاصه قياده حماس اللي هي تسير في امور غزه. عده مواضيع ثانيه على طوفان القدس، موقف فرنسا شيء مهم جدا، وتفاصيل أخرى حول هذا الطوفان. إذا نشوفوا أن أغلبية المواضيع تاعنا رايحة على الطوفان، إلا موضوع واحد يخص الاعتراف الضمني للعصابة الحاكمة في الجزائر في فشلها في الوساطة بين النيجيريين. ممكن تعمل وساطة بين حماس وإسرائيل، هذه حاجة الناس يتضرر فيها كثير من العصابة الحاكمة في الجزائر. طيب، قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع، لأنه هناك لما تكلمت على الوساطة في سيدة بعثت تقول لي هل ممكن انه الجزائر وتبون يقوم بوساطة بين حماس والإسرائيليين. انا ما نستبعدش هذا، لانه تبون دائما يحب يلعب الوسيط، ما نستبعدوش انه بما انه يعني موالف يخسر بارك في الخطرة يزيد يخسر ثاني. لكن قبل ما يبدأ الوساطة بين حماس والإسرائيليين راح يحل دابور المشكل ما بين الروسيين والأوكرانيين، ومن بعد ما بين النيجيريين، ما بين الغابونيين، ومن بعد يروح يشوف بين الإسرائيليين وحماس، ودابور يحل ما بين الفلسطينيين، يعني الوساطة ما بين الفلسطينيين، وساطة اللي كان بداها في أكتوبر الماضي، يعني عنده عام
مازال ما فرقتش. طيب قبل ما ندخل في التفاصيل نسلم مع الإخوان سهيلة سوسو حاسبة بواكاز ما كان حتى نضرب في الجزائر. انتوما الكلاب ما لقيتو ما تهضرو غير الجزائر. كاين حيث رجل حر هدر على بني صهيون واش راه يدير في الشعب العربي الفلسطيني الشقيق. ادفو عليكم. بون انا ما نقولش ادفو عليك من ما نسخش البزقه ديالي عليك لان الناس يتكلموا عن النظره ماشي انا اللي نتكلم. نجيبوا ناس جزائريين داخلين الجزائر عايشين. وين انت يا كي تقولي في هذا الكلام الذل يسري في دمك ما عندي ما ندير لك. نقولك عادي ديري ترانسفيجن سانجين تبدلي الدم. مانيش عارف سيدي شكون يقبل يجلي الدم ديالو في عروق وحده حابسه ما مسكينه راه غالب عليها ما عندنا ما نديرو لها. وكما قلت لك انا ما نفلش عليك باش ما نوسخش دفتي فوالا هكذا. ونقولوا لك انت ما نحاولش نقنعوك كيفك كيف الكثير من امثالك الذواب اللي كيفك. ولكن نقولوا لك فقط تفاداي ما تسمعيناش باش ما تمرضيش بقلبك. سمعتي؟ لانه مخك حابس كيفك فيه والو كيف كيف الذباب اللي راميتو. دونك شتو كي نعطيك من الصرف وطبعا تكتب باسم مستعار كيما باقيه. اوكي رضا بدل ما نقولي دي سيور ان واش كاين دي سيور ان يا رضا؟ الصوت راهو ولكن في الدار البيضاء نقولو دي سيور ديس بالك بان المادنا في اسبانيا ما عندكش دي سيور ديس. فوالا دونك طيب وافي من شلاحة. السلام عليكم مرحبا بك. مانيش عارف الشلاحة اللي عندك ندرة لا ما عندكم شحال عندكم كلشي لاباس. حمدي الجزائري أين شعار نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة يا عصابة. طبعا بين الشعار شيء والفعل شيء آخر. خلوا الجزائر تعيش بالشعارات الجزائر الجديدة طبعا. دونك تحياتنا لكل الإخوة اللي راه معنا خطيب هذا من الجماعة اللي يحبوا نسخوا بزاف تاعنا اليوم ما نسخوش عليكم. الذبان راهو يغلي اليوم الذبان راهو يغلي. تحياتنا الخنجلة بن جميل أبو حيرد. بون بغيت نقول لك لا ميدياسيون تبدا. نعم طبعا ولكن هذو يرضوا الوساطة لأرواحهم ويحبوا يفرضوها على الآخرين. معي تحية الأخ عبد النح هذا الأخ عبد النح يقول لي لا أتفق كثيرا معك لكنني أحترمك وهذا الشيء هو المهم. المهم هو أننا ما نتفقوش ولكن نحترم بعضنا وفي الخلاف والاختلاف كاين ديما نعمة ومنها يجي الضبط. ما يقول لك دو لا ديسكسيون جاي لا لوميير لا ديسكسيون ني بو افوار ليو كافيك دي جون كي ني سون با توجور دو ميم اج. هذا الشيء نعم وانا مثلك خويا العزيز وحدي نختلف معاه في الراي نناقشو ونحترمو. ولا قلت من متابعي قناة أمل تي في بزاف يتابعوا قناة أمل تي في قلت نجيب ناس نخلصهم باش يدافعوا عن النظام ويدافعوا عن العسكر ويجيب لنا أفكار ضد أفكارنا. ما نكونش متفقين معنا باش نكونوا قناة تلفزية متفتحة وتحترم الديمقراطية وتحترم الرأي الآخر بالفعل ماشي بالكلام. كامل عبد الصمد كان يخدم يخلص لأنه هو يدافع عن العسكر ويدافع عن المخابرات وحنا نجيبو قلبو تفضل. كان جاء ثاني أخ كان مدير يومية في وهران هو استنفو جبتو مرتين يحضر نفس الشيء ويدافع عن النظام. أحد مؤسسي لرندي بالقاسم الله وكنا
كنا صحاب على كل حال، وكنت صحاب بزاف، وكان يجي للقناة يقعد بجنبي ويعطي رأيه الدافع عن النظام، يعني رأي مخالف تماما رأينا، وهذا هو هذه الديمقراطية. ودائما شافوا باللي في قناة أمل تي في كل تيارات جاي، غير اللي في كرفة بن ما يحبش يجوز، يخاف يجوز مش ما يحبش ما يخاف، ولكن جبنا إسلاميين، جبنا من جماعة حماس بوجرا سلطاني وخلص له المليارديرات وخلص له الوطن، خلص له الوطن ولا خلص له بيه دافيون، خلص له بيه دافيون، هو كان ديجا في فرنسا بلا خلصنا له بيه دافيون على كل حال. وجاي يطرح أفكار اللي ماهيش أفكارنا، حنا نختلفوا معاه. فرحات مني جا وفرح، وكل مناظر اللي معاه فرحوا بالمشاركة ديالو، كتبوا قالوا هايليك يعني أنا وفرحات مني صديق، يعني صديقي منذ سنوات ونحترمه يحترمني، وإحنا ماناش حاملين نفس الأفكار، مختلفين في الأفكار ولكن نحترموا بعضنا ونتلاقى وناكل مع بعضنا نقصر مع بعضنا. هذه هي الأخر الإنسان اللي مقتنع بأفكاره دابور يحترم أفكار الآخرين، أما اللي أفكاره هشة يجي يسبك، هذا ما يجي يسب يجي يقدر ما عندوش باش يقدم، ما عندوش يقدم. فلا شكرا أخينا. ألور علي النوري هل صحيح بالشيخ استقال؟ ما زال أنا مانيش ياسمى أخو صح، نحب ياسمى، نحبوا له ياسمى على جال ياسمى رامي لعب حق رامي فرحوا فينا. فوالا سام بيمول سي غاف كوم غوفرنمون سون دي زينمي دو بوبل الجزائري اي عربي مجمون سون لا بور سا مالوروزمون. هذا هو النظام الجزائري وعدو الشعب الجزائري. دونك تحياتنا جميعا خونا جمال مرنيش، خالد دوال مرحبا بك، وسلامي لكل اهل وهران، وهنا اهل وهران نحبهم، وتعلمت الصحافه على اولاد وهران في جريده الجمهوريه اللي كان فيها عجل هوبالي، كان فيها فيصل حفاف، كان فيها عباس مجادي، وهذو كانوا اساتذه ديالي، يعني تعلمت عليهم خاصه من عجل هوبالي وعباس مجادي اللي نحييهم، وكانوا كل زملاء في جريده الجمهوريه. كنت صغير دخلت الجمهوريه عندي من 20 سنه في عمري، 21 سنه في عمري كي دخلت الجمهوريه. فوالا نظن بلي الاخوان قالوا لنا على الصوت والصوره ديس سوبر ايوا رضا بدرك دورتها من ديس يو ان وليت لا ان سيور ديس ولدرتها سوبر سيور سيور صح، يعطيك الصحه. اوكي مرحبا بكم جميعا. نبداو اذا ب بعد الجينجل بموضوع اسر الجنرال الاسرائيلي الجنرال ارمي بعد الفاصل. هشام عباس الله اكبر، هشام عباس هشام عباس